أمر واحد تثبته أفعال ميليشيات الحوثي في اليمن أنهم لا يريدون للسلام سبيلا. لا تفوت هذه الميليشيات فرصة لعرقلة طريق الحل السياسي إلا واستغلتها. مشروع القرار البريطاني المقدم إلى مجلس الأمن بشأن اليمن آخر ضحايا المتمردين، فالقيادة في ميليشيات الحوثي تابعة لإيران، وأحد أفراد فريقها في المفاوضات عبد الملك العجري أعلن رفض المتمردين لهذا المشروع. وزعم القيادي الحوثي أن مشروع القرار البريطاني بمثابة لغم في طريق السلام، في تجاهل واضح لكل ممارسات الميليشيات التي تقوض فرص تحقيق السلام. اعتراض الميليشيات على مشروع القرار البريطاني جاء بحجة أنه لا يلبي الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية. حديث المتمردين عن الحاجات الإنسانية يتجاهل تعمدهم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو سرقتها لتوزيعها على مؤيديهم، وحديثهم عن الاحتياجات الاقتصادية يتجاهل مسؤوليتهم عن الأوضاع المعيشية المزرية في المناطق الخاضعة للمتمردين. ورغم ذلك لا تزال ميليشيات الحوثي تضع الشروط وتكابر، حتى أنها أبلغت المبعوث الدولي مارتن جريفيث وفق مصادر في صنعاء ضرورة عرض مشروع القرار البريطاني على مجلس الأمن بعد مشاورات السويد وليس قبلها. ربما تحضر تلك الميليشيات مفاجأة أخرى للمجتمع الدولي عبر إفشالها تلك المشاورات وعدم الحضور إلى السويد كما فعلت في مباحثات جنيف في سبتمبر الماضي.